اوكي، نخش بقى على كريم هنداوي. كريم هنداوي ده يعني انت اللي تتكلم عليه. لا كريم من ضمن الحراس يعني. كريم مثلا بدأ في جيل كاس العالم اللي كان في مصر. الكلام ده بقى له بتاع 10 سنين او 15 سنه. ده يعني بقى خبره. ده خبره. لا عنده كم خبرات كريم هنداوي اكتر من اي حارس موجود. في الطيار برضه موجود عصام الطيار، بس ما خدش لا مش واخد الكم اللي واخده كريم. كريم خبرات. هو عصام حارس عصام حارس كويس يعني. عصام وحميد حراس مرمى ده مستقبل مصر. لكن كريم كم الخبرات اللي عنده. لا في حارس في كاتيجوري ايه يعني. طيب نروح لمحمد ممدوح هاشم، واحد من عناصر المحترفه والعناصر اللي بقى لها فتره يعني بتقدم اداء قوي جدا مع منتخبنا الوطني. هو هاشم ماشي بثبات في الاحتراف بتاعه. شايف ان هو بيقضي رحله احتراف كويسه جدا. تنقله للانديه، هو بينقي الانديه اللي بيروح فيها. وانديه كبيره. انديه كبيره وانديه كويسه جدا وانديه بتلعب في بطوله اوروبا. فدي حاجه طبعا مخليه مستواه عالي. هاشم من الدوائر القويه جدا اللي جت في مصر. مركزه بيخليه من اقوى اللعيبه اللي بتبقى موجوده في التشكيله المصريه. امتداد لجوهر نبيل مثلا؟ لا جوهر كان بيدافع ويهاجم، هاشم بيدافع ويهاجم برضه، بس الـ سبب ان هو ما بيدافعش دلوقتي موجود في منتخب مصر ان هو مش موجود مع الراجل فتره طويله ان هو يتعلم طريقه الدفاع اكتر بالشكل اللي موجود.